السلام عليكم ورحمة الله، أبناء الطلبة الأعزاء المسجلين لمادة الفسيولوجي. أنا دكتورة سوسن الشامي. هندرس مع بعض الجزء الثاني من مقرر الفسيولوجي كلية الزراعة جامعة دمنهور. بسم الله الرحمن الرحيم. بيتكلم على العلاقات المائية للنبات. احنا هندرس فيه أو عايزين نعرف فيه إزاي أولا خصائص المية، وازاي جزيء الميه او الميه بتدخل النبات وبتتحرك جواه لغايه لما بتخرج في صوره نبت. قبل ايه، طالما انا هدرس العلاقات المائيه يبقى انا لازم اعرف اول حاجه اهميه الميه وتركيب جزيء الميه. اهميه الميه في حياه النبات، طبعا الميه احد المكونات الاساسيه لبروتوبلازم الخليه، وطبعا دي الماده الحيه في الخليه، لانه يعني بتمثل من 70 ل 90% من الوزن الرطب للكائن الحي او للنبات. الميه تعتبر مذيب مثالي لان بتحصل فيها الكثير من التفاعلات البيوكيميائيه المختلفه، واحنا هندرس مع بعض يعني ايه كلمه مذيب مثالي وايه شروطها وليه الميه تعتبر مذيب مثالي. الميه برضو بتقوم بتنظيم درجه حراره النبات، يعني لما بتكون درجه الحراره عاليه في الوسط الخارجي، الجو حر، يوم شديد الحراره، أشعة الشمس قوية، المية لها دور هام جدا جدا في تنظيم درجة حرارة النبات وقدرته على تحمل درجة الحرارة العالية. طبعا هيكون عن طريق عملية النتح أو البخر اللي بتحصل من الصخور. طبعا المية تعتبر هي المادة الخام الأساسية لعمليات البناء، لعملية البناء الضوئي اللي هي بناء المركبات الكربوهيدراتية أو السكريات. بقى بيتركب من إيه وتكوينه إيه فيزيائيا؟ طبعا احنا عارفين ان الميه او جزء الميه هو H2O، ودايما بنقول في الكيمياء انه بيبقى بينقسم الى H و OH. النهارده احنا في الفسيولوجي هناخده من الناحيه الفيزيائيه شويه وهنشوف شكله الفراغي اللي قدامنا ده. ده الشكل الفراغي لجزيء الميه، وواضح فيه انه بيتكون او بيبقى فيه ناحيه. الناحيه ديت زي ما احنا شايفين ناحية بتبقى ناحية الاكسجين وناحية فيها ذرتين الهيدروجين، وبيكون ما بين ذرتين الهيدروجين يعني زاوية، بيعمل زاوية حوالي 104.5 درجة. الرابطة اللي هنا بتبقى رابطة تعاونية ما بين ذرة الاكسجين وذرة الهيدروجين. الرابطة ديت الالكترون اللي بيكون بيدور فيها او المسؤول عن تكوين الرابطة بيميل اكتر انه يتحرك ناحية الاكسجين. ده بيخلي الاكسجين او ناحيه جزيء الميه جهه الاكسجين بتحمل بشحنه سالبه، وجزيء الميه من الناحيه او من ناحيه الهيدروجين بيحمل بشحنه موجبه. ده بيخلي لي جزيء الميه قادر على تكوين ما يسمى بالروابط الهيدروجينيه، والروابط الهيدروجينيه دي بتكسبه او بتخليه يمتاز بصفات هامة جدا 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 هنعرفها مع بعض. شكلها ايه بقى الرابطة الهيدروجينية او بتتكون ازاي؟ ده عندي جزيء مية ناحية الشمال اهو، ده جزيء مية ادي الاكسجين وادي الاتنين هيدروجين، وده جزيء مية تاني ادي الاكسجين واتنين هيدروجين. بتتكون الرابطة ما بين ذرة اكسجين في جزيء مية مع ذرة هيدروجين في جزيء مية تاني. الرابطه دي طبعا بتكون رابطه ضعيفه، واحنا عرفنا او سمعنا قبل كده كلمه الرابطه الهيدروجينيه، ما هياش كلمه جديده علينا، وعارفين انها رابطه ضعيفه من درجه الحراره، ارتفاع درجه الحراره عن 40 درجه بتتكسر بسهوله. زي ما احنا شايفين اكسجين اهوت مع ده جزيء، ادي الاكسجين مرتبط مع جزيء ميه اخر، اكسجين وهيدروجين، اكسجين وهيدروجين مع جزيء ميه اخر بيكون لي الروابط. الفيديو اللي قدامنا ده هيبين لي الرابطة الهيدروجينية ازاي بتتكون. زي ما احنا شايفين ده جزيء مية، الرابطة التعاونية بيقول ان الالكترون فيها بيميل اكتر ناحية ذرة الاكسجين اللي موجودة في جزيء المية. لما هيميل اكتر ليها هيخلي ناحية جزيء المية من ناحية ذرة الاكسجين محملة بشحنة سالبة، اما الناحيه الاخرى ناحيه الهيدروجين هتكون محمله بشحنه موجبه. هنلاحظ ان جزيء الميه الواحد قادر على تكوين كام رابطه هيدروجينيه؟ هنلاقيه قادر على تكوين 4 روابط هيدروجينيه، رابطتين من ناحيه ذره الاكسجين
ورابطتين من ناحية، أو رابطة من يعني رابطة واحدة من عند ذرة، عند كل ذرة هيدروجين. وما أن في ذرتين هيدروجين فالذرتين هيعملوا لي رابطتين. معنى كده أن الجزيء المية الواحد قادر على أنه يكون لي 4 روابط هيدروجينية مع 4 ذرات أو 4 جزيئات مية أخرى. قلنا في أول المحاضرة إن الماء يعتبر، أو الماء يعتبر مذيب مثالي، وقلنا هنعرف ليه. لسه عارفين إنه بيقدر أو قادر على تكوين روابط هيدروجينية. قدرته على تكوين الروابط الهيدروجينية هي دي اللي بتخليه مذيب مثالي. إزاي بيبقى مذيب مثالي؟ لما لو افترضنا إن أنا دلوقتي عندي كاس في مية ودوبت فيه كلوريد صوديوم، كلوريد الصوديوم اللي هو ملح الطعام هيتأين إلى صوديوم وكلور. الصوديوم موجب والكلور سالب. هلاقي إن ذرة الصوديوم هتقدر إن هي ترتبط بروابط هيدروجينية مع جزيئات المية اللي متدوبة فيها من ناحية الأكسجين، وتكون لي روابط هيدروجينية. بالتالي هيبقى الصوديوم محاط تماما ومغلف بجزيئات المية. نفس الشيء هيحصل في الكلور، بس بدل ما هيرتبط بجزيئات المية بروابط هيدروجينية من ناحية الأكسجين، هيرتبط من ناحية الهيدروجين لأنه سالب، فبالتالي هيرتبط بالهيدروجين أو الناحية اللي فيها الهيدروجين اللي بتحمل بشحنة موجبة من جزيء المية، وهيغلف هو كمان بجزيئات من المية اللي متدوب فيها. طبعا نتيجة لكل ان كل واحد منهم مغلف بطبقة من المية، مش هيقدروا ان هم يتحدوا تاني مع بعض ويكونوا لي مركب كلوريد الصوديوم ويترسبوا. فعشان كده بيعتبر الماء مذيب مثالي لقدرته على تكوين روابط هيدروجينية مع المواد المذابة، يعني مذابة فيه، وتغليفها وعدم تجمعها مرة اخرى عشان الروابط الهيدروجينية برضو بتديني او بتخلي جزيء المية بيمتاز بقوتين مهمين جدا، قوة اسمها قوة التماسك والقوة التانية اسمها قوة التلاصق. ارتباط جزيئات المية ببعضها البعض بسميها قوة تماسك. أما التصاق وارتباط جزيئات المية بأسطح المواد الأخرى بسميها قوة التلاصق. تهمني في إيه قوة التماسك وقوة التلاصق؟ بتهمني في إن أنا بعرف إزاي أو إزاي بيظل عمود المية متصل في أوعية الخشب، لأن احنا عارفين إن طبعاً المية بتمشي في النبات في أوعية الخشب. اللي بيخليها متصلة في أوعية الخشب هي قدرتها والقوة التي تتمتع بها، اللي هي قوة التماسك ما بين جزيئات المية وبعضها البعض، وقوة التلاصق ما بين جزيئات المية وجدار وعاء الخشب. هندرس انتقال وتحرك الماء في النبات. المية عامة ليها نوعين من التحرك، أو التحرك هو الانتقال السلبي اللي بحرف منه حاجة اسمها التحرك الكتلي. المية في أغلب الأحيان بتتحرك في صورة التحرك الكتلي، وده بيعتمد على بعض الظواهر الفيزيائية زي الجاذبية الأرضية. الجاذبية الأرضية بتخلي المية تتحرك تحرك كتلي زي ما بيحصل في الأنهار وفي البحار. طب أنا يهمني إيه في التحرك الكتلي في النبات؟ يهمني إن أنا المية عندي تتحرك من أسفل لأعلى، من الجذر للساق. إزاي تتحرك بالجاذبية الأرضية؟ لو نفتكر نظرية الأواني المستطرقة أو بالخاصية الشعرية، فالمية قادرة على الدخول داخل النبات وتتحرك جوه الساق لمسافات طبعا مش كبيرة، لمسافات صغيرة، عن طريق نظرية الأواني المستطرقة اللي هي الخاصية الشعرية. النوع الثاني أو الشكل الثاني من الانتقال السلبي اللي هو الانتشار والخاصية الأسموزية. إيه الفرق ما بين الانتشار والخاصية الأسموزية؟ الانتشار هو ميل جزيئات المركبات للانتقال من حيث هي عالية التركيز إلى حيث هي منخفضة التركيز. بقول المركبات، كل المركبات بما فيها الماء. أما الخاصية الأسموزية هي صورة من صور الانتشار ولكنها خاصة فقط بالمية. ولازم لما اعرف الخاصية الاسموزية بقول هو انتقال الماء من حيث هو عالي التركيز الى حيث هو منخفض التركيز، واكمل عليها واقول عبر غشاء شبه منفذ.
ده الفرق اهوت ما بين الانتشار والخاصية الاسموزية. انا مثلا لو عندي كاس وحطيت فيه نقطة حبر، هلاقي ان نقطة الحبر ديت هتنتشر من حيث هي عالية التركيز مكان ما نزلت في الكاس الى حيث هي منخفضة التركيز في بقية الكاس، لغاية لما يتساوى او اخلي الاحظ ان الكاس بقت درجة الحبر فيه واحدة، يعني الانتشار تم لغاية ما تساوى التركيز في جميع اجزاء الكاس. اما الخاصية الاسموزية بلاقي ان انا عندي محلولين مختلفين في تركيز المية، بينهم غشاء شبه منفذ، فهقول فيها ان بينتقل الماء من حيث هو عالي التركيز الى حيث هو منخفض التركيز عبر غشاء شبه منفذ، وبيكون شكله كده لغاية لما يتساوى تركيزين الماء على جانبي الغشاء. النوع التاني من الانتقال هو الانتقال النشط، وده بيكون عن طريق النقل النشط اثناء نقل الذائبات بواسطة النقل النشط، وده جزء انت درسته قبل كده. الذائبات ديت مش بتدخل النبات كده لوحدها فرادة، دي بتدخل دايبة في المية، فالمية قادرة على انها تدخل جوه النبات عن طريق النقل. عايز اعرف حاجة مهمة تانية اسمها الضغط الاسموزي. عايز اعرف ايه في الضغط الاسموزي؟ الجملة اللي قدامي دي، ان بيتوقف الضغط الاسموزي المحلول معين على عدد دقائق المادة المذابة وليس على تركيز المادة. يعني ايه؟ يعني انا لو عندي كاسين، كل كاس حاطة فيه 100 ملي مية، ودوبت في الكاس الاولاني 5 جرام ملح، ودوبت في الكاس التاني 5 جرام سكر، ده معناه ان تركيز الكاس الاولاني 5%، تركيز الكاس التاني 5%، فالتركيز واحد. هل ده معناه ان الضغط الاسموزي واحد في الاتنين؟ لو جيت اقيسه هلاقي لا، لان زي ما الجملة بتوضح ان الضغط الاسموزي ما بيعتمدش على تركيز المادة، ده بيعتمد على عدد دقائق المادة المذابة. يعني ايه؟ السكر اللي انا ضفته في كاس المية لا يتأين، السكر لا يتأين، معنى كده انه ايون واحد او دقائق واحد، واحد رقم واحد. لما اجي اعوض في قانون الضغط الاسموزي اللي انا درسته هعوض في نون بواحد وهتطلع لي قيمة. اما لما ابص على الملح اللي انا دوبته في المية، الملح بيتأين، كلوريد الصوديوم بيتأين الى كلور وصوديوم، يعني عدد الايونات هيكون كام؟ 2. فلما هاجي اعوض في القانون هحط مكان عدد الايونات 2، معنى كده ان الضغط الاسموزي في الملح هيكون ضعف الضغط الاسموزي في الكاس اللي كان فيه سكر. يعني الضغط الاسموزي في الكاس اللي كان فيه 5% ملح هيكون ضعف الضغط الاسموزي في الكاس اللي كان فيه 5% سكر، والحاجه دي مهمه جدا ولازم نكون عارفينها. الجهود المائية وحركة الماء بين الخلايا. عشان أعرف إزاي المية تتحرك ما بين خلية للتانية، في بعض الجهود أو بعض الضغوط أو اللي بتتعرض ليها الخلية أو موجودة داخل الخلية، هدرسها مع بعض وأفهمها كويس أوي. أول حاجة ضغط الامتلاء. يعني إيه ضغط الامتلاء؟ يعني المية لما بتدخل جوه الخلية تدخل جوه الفجوة العصرية. الفجوة العصرية لما هتمتلئ هتضغط على غشاء الفجوة العصرية اللي هو اسمه غشاء التونوبلاست. غشاء التونوبلاست هيضغط على السيتوسول. السيتوسول هيضغط على الغشاء البلازمي للخلية، والغشاء البلازمي للخلية هيضغط على الجدار الخلوي للخلية. ضغط الامتلاء اللي عندي بالطريقة دي هو ده اللي بيخلي النبات منتصب قائم، وبيساعد في استطالة الخلايا. لما بيحصل الضغط ده على الجدار الخلوي، لو لسه الخلية في مرحلة بعد مرحلة الانقسام مباشرة، بيحصل استطالة للخلايا. فضغط الامتلاء مهم جدا عشان النبات يبقى منتصب، وعشان استطالة الخلايا بعد الانقسام مباشرة. عارفين في الفيزياء قاعدة مهمة جدا اسمها لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. طب ضغط الامتلاء ده من جوه الخلية الى خارج الخلية، هيقابله ضغط تاني اسمه الضغط الجداري، هيكون من بره الخلية لجوه الخلية. الجدار هيقاوم ضغط الامتلاء اللي جايله من جوه الخلية لعنده، هيبدأ هو كمان يضغط داخل الخلية او على الخلية من الخارج، ضغط يساوي ضغط الامتلاء ولكنه عكس اتجاه ضغط الامتلاء. معنى كده ان ضغط الامتلاء بيساوي الضغط الجداري، وحرمز ضغط الامتلاء بساي تي والضغط الجداري بساي بي. الضغط الثالث هو الضغط الاسموزي، وده احنا لسه شارحينه في الشريحة اللي قبل كده. محصلة انتقال الماء من خلية الى اخرى بتعتمد على ما يسمى بقى ضغط المائي
او الجهد المائي او قوه الامتصاص الاسموزيه. كنا قبل كده بنقول ان، او انت كنت متخيل قبل كده او فاكر قبل كده ان انتقال الماء من خليه للتانيه بيعتمد فقط على الضغط الاسموزي. لا، النهارده احنا هندرس حاجه تانيه مهمه، او هنعرف معلومه تانيه جديده، ان مش انتقال الماء ما بيعتمدش فقط على الضغط الاسموزي ما بين الخلايا، ده بيعتمد على حاجه مهمه جدا اسمها الضغط المائي او الجهد المائي او قوه الامتصاص الاسموزيه، والقوه دي بتساوي الضغط الاسموزي مطروح منه الضغط الجداري. يبقى الضغط المائي او الجهد المائي او قوه الامتصاص الاسموزيه اللي من خلالها هتبدا الماء تتحرك من خليه للتانيه بتساوي او بتعتمد او قيمتها بتساوي الضغط الاسموزي مطروح منه الضغط الجداري. ده دياجرام هام جدا جدا، يعني للعلاقه ما بين الضغط الاسموزي والضغط الجداري والجهد المائي في بدايه امتلاء الخليه بالميه واثناء امتلاء الخليه بالميه وعند وصول الخليه للامتلاء التام. في بدايه امتلاء الخليه ده معناه ان ضغط الامتلاء بيساوي كام؟ بيساوي صفر. وطالما ضغط الامتلاء بيساوي صفر، وانا يعني كاتبه لك المعادله فوق اهي، طالما ضغط الامتلاء بيساوي صفر وعارفين ان ضغط الامتلاء بيساوي الضغط الجداري، يبقى قيمه الضغط الجداري هتكون بتساوي صفر. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الجهد المائي هيساوي الضغط الاسموزي، ودي اعلى قيمه للجهد المائي. طالما انا في بدايه الامتلاء يعني الضغط الامتلاء صفر، يبقى الضغط الجداري صفر، يبقى الجهد المائي هيساوي الضغط الاسموزي، ودي اعلى قيمه للجهد المائي. الخليه هتبدا تكتسب ميه، يدخلها ميه شويه بشويه بشويه. كل ما بزود او كل ما الخليه يعني بتكتسب ميه، ده معناه ان بدا يتولد جواها ضغط امتلاء. وطالما بقى فيه ضغط امتلاء، يبقى هيبقى فيه ضغط جداري. فمع الوقت هيبدا يزيد الضغط الجداري، يعني قيمه المعادله اللي فوق الشق السالب هيبدا يزيد. لما هيبدا يزيد الضغط الجداري اكيد هيبدا يقل الجهد المائي. يبقى هنشوفها مع بعض في الدياجرام، ان مع الوقت مع امتلاء الخليه هيبدا يزيد الضغط الجداري لغايه لما يوصل لايه، او لغايه اقصى مرحله ليه امتى؟ اقصى مرحله ليه لما هيتساوى مع الضغط الاسموزي، عند تساوي الضغط الجداري مع الضغط الاسموزي. في الحالة دي لما الضغط الجداري يساوي الضغط الاسموزي، واحنا اتفقنا ان مع امتلاء الخلية هيقل الجهد المائي، ده معناه ايه لو بصيت للمعادلة؟ ان الجهد المائي هيساوي صفر. معنى كده ان الخلية مش هتقدر انها تمتص مية، خلاص جهدها المائي بقى صفر. الحالة دي بتوصل لها الخلية امتى؟ بتوصل لها في حالة الامتلاء التام. يبقى في حالة الامتلاء التام هيكون الضغط الجداري ده أعلى قيمة ليه، وهيكون بيساوي الضغط الإسموزي، وفي الحالة دي هيكون الجهد المائي بيساوي صفر. طب أنا هلاحظ في الدياجرام إن الضغط الإسموزي هو كمان بيقل مع الوقت. بيقل مع الوقت ليه؟ لأن طالما الخلية بتكتسب مية، معنى كده إن تركيز الذائبات داخل الخلية هيقل، وعدد الدقائق بالنسبة للمية هيتوزع في يعني في كمية من المية أكتر، فبالتالي هيقل الضغط الإسموزي. طب أنا عايزة أشوف الكلام ده على إحنا عمالين نتكلم عليه نظري، أو أنا عايزة أعرف المية بقى هتتحرك من خلية للتانية إزاي بناء على الثلاث ضغوط اللي إحنا إتكلمنا عنها، وأعرف سريان المية هيكون منين لفين. هنتخيل أنا قدامي ثلاث خلايا، الخلية اللي على الشمال الضغط الإسموزي فيها بخمسة، والخلية اللي في النص الضغط الإسموزي بأربعة، والخلية اللي على اليمين الضغط الإسموزي بأربعة. كنت ممكن أتخيل قبل ما أعرف المعلومة الجديدة إن طالما لو أنا بصيت على الخلية الزرقاء والخلية الخضراء، إن لما تكون الخلية الزرقاء ضغطها الإسموزي خمسة، معنى كده إن المية فيها قليلة، وإن الخلية الخضراء لما تكون الضغط الإسموزي أربعة يعني أقل من الزرقاء يبقى المية فيها كتيرة. يبقى لو أنا انتقال المية بين خليتين يعني بيعتمد فقط على الضغط الإسموزي أو على الخاصية الإسموزية، فكنت المفروض أقول إن المية هتنتقل من حيث هي عالية التركيز في الخلية الخضراء إلى حيث هي منخفضة التركيز في الخلية الزرقاء عبر الغشاء الشبه منفصل.
ولكن او عبر الغشاء البلازمي في الحاله دي. ولكن انا لازم اشوف حاجه تانية وعامل مهم جدا، وهو ضغط الجدار. الضغط الجداري في الخليه الزرقاء بيكون 4، في الخليه الخضراء هيكون 2، في الخليه الحمراء هيكون 1. لما اطرحهم من بعض عشان اعرف الجهد المائي هلاقيه في الزرقاء 1، في الخضراء 2، في الحمراء 3. معنى كده ان الميه او سريان او اتجاه سريان الميه هيكون من الخليه الزرقاء للخضراء للحمراء، وده عكس اعتقادي قبل ما اعرف المعلومه الجديده اللي هي ان انتقال الميه ما بين خليتين متجاورتين لا يعتمد فقط على الضغط الاسموزي وعلى الخاصيه الاسموزيه فقط، ولكنه يعتمد على المحصله ما بين الضغط الاسموزي مطروح منه الضغط الجداري، وهي قيمه تسمى الضغط المائي او الجهد المائي او قوه الامتصاص الاسموزي. طب ايه هي العوامل اللي بتؤثر على الضغط الاسموزي لخلايا النبات؟ اول عامل هو نوع النبات. طبعا الضغط الاسموزي هيكون اكيد اكبر في انسجة الاشجار والشجيرات عن الضغط الاسموزي للنباتات العشبية والحولية، لان انا عايز انقل المية المسافة ابعد، فبالتالي انا محتاج تكون الخلايا فيها او يعني زائبات اكتر، فضغطها الاسموزي اكبر، فاقدر ان انا امتص ميه بصوره افضل. العامل التالي هي عمر الخليه النباتيه ومكانها. يا ترى هل الخلايا القمية اللي عند القمه الناميه اللي عمرها صغير هيكون فيها الضغط الاسموزي اكتر ولا اقل؟ المفروض طبعا انها تكون ضغطها الاسموزي اكبر. ليه؟ لان انا عايزه اوصل الميه لغايه عندها فوق، فبالتالي لازم يكون ضغطها الاسموزي اكبر من الخلايا او يعني الاقدم في العمر والقديمه السفليه. لازم هتكون الخلايا القميه اللي في قمه النبات ضغطها الاسموزي اعلى من الخلايا القديمه او المتكشفه سابقا يعني. وهلاقي دايما ان الخلايا القريبه من مصدر الميه هيقل الضغط الاسموزي عنها عن الخلايا البعيده. اكيد البعيدة عن المية هيكون ضغطها اكبر لانها عايزة المية تمشي مسافة اكبر. العامل التالي هي بيئة النبات. لو انا عندي نبات بينمو في بيئة ارضية ونبات بينمو في بيئة مائية، هلاقي ان خلايا النباتات الارضية هيرتفع فيها الضغط الاسموزي عن خلايا النباتات المائية. الحاجة التانية ان هلاقي النباتات اللي بتنمو في بيئة ملحية او في ارض فيها نسبة عالية من الاملاح او في المستنقعات هلاقي ان الضغط الاسموزي بتاعها اعلى من النباتات اللي بتنمو في ارض ما فيهاش نسبة الملوحة العالية دي. وقت العامل المهم جدا هو وقت اخذ العينة. وقت اخذ العينة داخل نفس النبات اللي في وداخل نفس الخلية كمان في نفس مكانها بنفس عمرها في نفس البيئة بنفس نوع النبات بيختلف ضغطها الاسموزي على حسب وقت اخذ العينه لقياس هذا الضغط. بمعنى ايه؟ ان انا هلاقيها في بدايه النهار او في الصباح الباكر هيكون الضغط الاسموزي منخفض وهيبدا يرتفع تدريجيا، وهيكون اقصى ضغط اسموزي داخل هذه الخليه هو في الظهر. ليه؟ لسببين. السبب الاول ان هيكون النبات او الخليه قامت بعمليه التمثيل الضوئي، قامت بالبناء الضوئي، فبالتالي بقى عندها نسبه اكبر من الزائبات والسكريات الناتجه من الضغط من عمليه البناء الضوئي، وده هيرفع من الضغط الاسموزي للخليه. الحاجه الثانيه ان هيبقى عندي عمليه نتح في الوقت ده، ودي هتقلل الميه اللي موجوده في النبات، فالعاملين دولت هيخلوا ان لما اخد عينه في وقت الظهيره هلاقي ان ضغطها الاسموزي اعلى من لو اخدتها في الصباح الباكر او في المساء، لان لو خدتها بالليل هيكون عندي عمليه حصل تنفس، فكميه كبيره من الذائبات والسكريات اللي كانت مخزنه نتيجه عمليه البناء الضوئي هتبدا انها تتحلل في عمليه التنفس، فهتقل نسبتها، فبالتالي هينخفض الضغط الاسموزي. عايزه اعرفها في محاضره النهارده وهي البلزم. لو انا عندي خلايا لنبات الاولوديا و حطيتها في محلول زائد التركيز يعني الميه فيه قليله، هلاقي ان هيحصل انكماش للبروتوبلازم بتاع الخليه وينفصل الغشاء البلازمي عن جدار الخليه، وبيتجمع البروتوبلازم في منتصف الخليه او في احد اركان الخليه. العمليه دي بسميها البلزمه. بتحصل امتى؟ زي ما قلنا لما بحط الخلايا اللي عندي في محلول زائد التركيز. زائد التركيز يعني الميه فيه قليله، فبالتالي هتنتقل الميه بالخاصيه الاسموزيه من حيث هي عاليه التركيز داخل الخليه
إلى حيث هي منخفضة التركيز خارج الخلية، فهتنكمش الفجوة العصارية والبروتوبلازم وينفصل الغشاء البلازمي عن الجدار الخلوي. في عندي نوعين من البلزمة، قبل ما أتكلم عنهم عايز أشوف شكلها فعلا. ده شكلها اللي على الصورة اليمين، ده شكل نبات الأولوجيا بعد حدوث عملية البلزمة. هلاقي اللي في المنتصف دوت هو البروتوبلازم محاط بالغشاء البلازمي، وواضح جدا الانفصال اللي بينه وبين الجدار الخلوي. واللي على الشمال ده فيديو هنبص عليه مع بعض ونتفرج ونشوف ازاي البلزمة بتحصل. اللي بيتحرك قدامي ده طبعا ده برضو نبات الأولوجيا، اللي بيتحرك قدامي ده البلاستيدات الخضراء، دي الحركة الانسيابية للسيتوبلازم اللي بستدل عليها بالبلاستيدات الخضراء. نركز مع بعض، هيحصل على طول دلوقتي انفصال اهو للغشاء البلازمي، وينكمش البروتوبلازم وينفصل الغشاء البلازمي عن الجدار الخلوي. في عندي نوعين من البلزمة، لو المادة او المحلول زاد التركيز اللي محطوطة فيه الخلية او يعني تعرضت له الخلية، الذائبات اللي فيه كانت سريعة النفاذية من خلال الغشاء البلازمي، يعني لها القدرة على انها تدخل بسهولة داخل الخلية، فده هيخلق لي او هتبقى البلزمة اللي عندي اسمها بلزمة مؤقتة. ليه؟ لان الذائبات دي طالما لها قدرة على النفاذية داخل الغشاء البلازمي وقدرة سريعة كمان، هتبدأ تدخل جوه الخلية فترفع من الضغط الاسموزي للخلية، وهترجع تاني المية تنتقل من خارج الخلية الى داخل الخلية ويحصل شفاء للبلزمة، فبسميها في الحالة دي بلزمة مؤقتة. اما لو المحلول زاد التركيز اللي كان عندي، كانت المادة المذابة بطيئة او عديمة النفاذية من خلال الغشاء البلازمي، فمش هتقدر تدخل الذائبات داخل الخلية مرة تانية، فهتظل الخلية في حالة بلزمة، ومع الوقت وانكماش البروتوبلازم هيبدأ يحصل له او يعني هيبدأ يجف، وهيفقد خواصه الحيوية، وهتتكسر الروابط الكيميائية بين مكوناته، وهتموت الخلية، وفي الحالة دي بسميها بلزمة مستديمة. على فكرة البلزمة تعتبر ظاهرة لحيوية الخلية. يعني ايه؟ يعني الخلية الحية هي فقط الخلية اللي ممكن يحصل لها بلزمة عند إضافتها أو عند تعرضها لمحلول زائد التركيز. لو الخلية اللي عندي خلية ميتة وحطيتها أو ضفتها إلى محلول زائد التركيز، عمر ما هيحصل ليها بلزمة. الاتزان المائي للنبات الكامل. في الجزء ده عندي جزء بيسمى الماء والتربة، وده احنا مش هندرسه قوي، انك انت ممكن في كورسات تانية يعني مواد تانية بتغطيه بصورة اكبر واوضح. انا هدرس امتصاص الماء بواسطة الجذر، وقبل ما ادرس امتصاص الماء بواسطة الجذر وايه اللي بيحصل، عايز اعرف التركيب التشريحي للجذر. لو انا اللي قدامي ده قطاع طولي في منطقة في الجذر، هلاقي القلنسوة، عندي القمة النامية، عندي منطقة الاستطالة، منطقة الشعيرات الجذرية، والمنطقة الدائمة. بيحصل فين في منطقة الجذر عملية امتصاص الماء والعناصر؟ بتحصل في منطقة الشعيرات الجذرية، والشعيرة الجذرية ما هي إلا امتداد لخلايا البشرة في الخلية. الماء خلال الجذر، أنا عايز أعرف إزاي المية هتتحرك من الشعيرة الجذرية مكان الامتصاص لغاية لما توصل لنسيج الخشب في الجذر. احنا عارفين طبعا ان المية بتتحرك داخل النبات من الجذر للساق للأوراق عن طريق نسيج الخشب، بس احنا عايزين نعرف هي ازاي بتوصل اساسا لنسيج الخشب في الجذر من مكان امتصاصها وهي الشعيرة الجذرية. عندي مسارين مهمين اساسيين. اول مسار اسمه المسار الابوبلاستي او الابوبلاستيك باسوي. في مسار الابوبلاستيك باسوي حركة المية بتكون على الجدر الخلوية وفي المسافات البينية ما بين الخلايا، يعني ما بتخترقش الخلية زي ما احنا شايفين اللي هو الشريط الازرق او اللون الازرق اللي قدامي ده مسار المية. المية بتبدأ تتحرك على الجدار الخلوي من خلية للتانية ومن وبين المسافات البينية بين الخلايا. في المسار ده هلاحظ حاجة مهمة جدا، ان المسار ده هيحصل له يعني هيتعطل او هيوقف لما هيصل الى طبقة الاندوديرمز في نسيج القشرة، اللي هي اخر طبقة من نسيج القشرة اللي هي طبقة الاندوديرمز. لما هيوصل عندها مش هيقدر يكمل بنفس الطريقة. ليه؟
لوجود شريط عليها اسمه شريط كاسبار. وشريط كاسبار ده عباره عن تغليظ سيوبريني بيبقى على جدر خلايا الاندوديرمس بماده السيوبرين. التغليظ ده هيعيق حركه الميه، فبالتالي هتلجا الميه الى انها تنتقل الى داخل الاسطوانه الوعائيه عن طريق اختراق الاغشيه البلازميه والماده الحيه للخليه. يعني المسار ده لوحده بطريقه ان هو بيمشي او بيتحرك على الجدار الخلوي وبين المسافات البينيه ما بين الخلايا، مش هيقدر يوصل الميه لغايه نسيج الخشب مره يعني بطريقه مباشره، لانه هيقابل الشريط كاسبار اللي هيعيق حركته، فبالتالي لازم يلجا الى اختراق الاغشيه البلازميه والماده الحيه عشان يعني والماده الحيه للخليه عشان يوصل لنسيج الخشب. المسار الثاني هو المسار الخلوي او سيلولار باسوي. والمسار الخلوي طالما قلت خلوي يبقى هيكون عن طريق الماده الحيه او عبر الخلايا الحيه. بينقسم لاثنين، اول واحد اسمه المسار عبر الاغشيه ترانس ميمبرين باسوي. وفي المسار عبر الاغشيه الميه بتتحرك او بيكون مسار حركه الميه بتدخل الميه بين من الغشاء البلازمي للخليه في جهة وتخرج من الغشاء في الجهة المقابلة، وبعدين تدخل الخلية التالية اللي بعدها على طول في نفس الصف وتخرج منها وهكذا. يعني عاملة زي السهم أو عاملة زي القطر ماشية من خلية للتانية. وبتتحرك ازاي؟ عبر الأغشية الخلوية، يعني بتعدي بتخترق الغشاء وتدخل داخل الخلية وتعدي الغشاء المقابل وهكذا. ممكن تعدي على فكرة في الخلية الواحدة أكتر من غشائين لو عدت على الفجوة العصارية وعدت او اخترقت غشاء التونوبلاست المحيط بالفجوة العصارية. المسار الثاني من مسارات الخلوية هو مسار السمبلاستي او السمبلاستيك باسوي، وده مسار مهم. في مسار السمبلاستيك باسوي بتكون مرور المية او حركة المية من خلال الشبكة المتصلة للنسيج الحي اللي هي الخيوط السيتوبلازمية اللي احنا بنسميها البلازموديزماتا. يعني المية بتتحرك من خلية للتانية عن طريق الخيوط السيتوبلازميه اللي بتصل ما بين الخلايا وبعضها البعض. في المسار الخلوي سواء عبر الاغشيه او السمبلاستي الميه قادره على انها تصل من الشعيره الجذريه الى نسيج الخشب مباشره، لانها يعني ما بتقابلش جدر خلويه، هي ماشيه عبر الاغشيه او ماشيه مع الخيوط السيتوبلازميه او في مسار الخيوط. الفيديو ده هيورينا شكل المسارات، الشعيرة الجذرية واللي حواليها طبعا ديت التربة بما فيها من مية وعناصر. شريط كاسبار على فكرة انا شايفه على شمالي في منطقة الاندوسبيرم الاندودرمز اللي هو الاحمر ده، ده مسار الابوبلاستي ماشى مع الجدار الخلوي لغايه لما وصل لشريط كاسبار، وده السمبلاستيك باسوي ماشي زي ما احنا شايفين مع الخيوط السيتوبلازميه اللي بتصل ما بين الخلايا. طب الميه بتلجا يعني افضل مسار ليها ايه؟ الميه بتتحرك بجميع المسارات سواء الابوبلاستيك باسوي او السمبلاستيك باسوي او الترانس ميمبرين باسوي. ميكانيكيه امتصاص الميه، عندي قوتين بيساهموا في امتصاص الميه ودخول الميه للشعيره الجذريه او للجذر. اول حاجه القوه الايجابيه او القوه الموجبه وهي قوه الضغط الجذري. قوه الضغط الجذري بتسمى بالقوه الموجبه لانها بتنشا ذاتيا في الجذر، يعني الجذر له دخل مباشر في عمليه امتصاص الميه. ما بيبقاش فيه اي عوامل خارجيه غير الجذر مسؤول عن امتصاص الميه. وبتتقص يعني وبيدل عليها او بتنشا قوه الضغط الجذري ده من ثلاث نظم اساسيه. اول حاجه الامتصاص النشط للذائبات. لما بيحصل لي امتصاص للذائبات احنا اتفقنا ان الذائبات دي ما بتدخلش فراده كده، الذائبات ديت متدوبه في الميه، فبالتالي اثناء دخول الذائبات في عمليه النقل النشط بيحصل دخول ايضا للميه المذابه فيها هذه الذائبات. الامتصاص او الامتصاص الناتج عن الاسموزيه او الخاصيه الاسموزيه
لو انا عندي الضغط الاسموزي داخل الخلايا اعلى من الضغط الاسموزي في التربه، فالميه هتنتقل من حيث هي عايز التركيز في التربه الى حيث هي منخفضه التركيز في خلايا الجذر. الحاجه الثالثه التشرب. جدر الخلايا قادره على التشرب لانها نظام، احنا ناخد بالنا ان الخليه والبروتوبلازم ده نظام غروي، ومن صفات الغرويات التشرب، والجدار الخلوي بيمتاز هو كمان بالتشرب، قادر على التشرب الميه، فبالتالي بيحصل تشرب لجدر الخلايا بالميه، وبيصير تيار من الميه المتشربه دي من خليه الى اخرى خلال الجدران الخلويه حتى تصل الى اوعيه الخشب. بس هنلاحظ ان كميه الميه اللي بيمتصها النبات بالطريقه دي بتكون قليله جدا مقارنه بالطرق الاخرى. بياكد لي في عوامل بتاكد لي ان عندي فعلا قوه ضغط جذري، وان الجذر قادر على انه يمتص الميه ذاتيا دون او بعيد او يعني من غير ما يكون عندي اي عوامل خارجيه بتساعد في امتصاص الميه. ايه الظواهر دي؟ اول ظاهره اسمها ظاهره الادماء. ظاهرة الإدماء إن أنا لو جبت نبات زي مثلا العنب وجيت قطعت المجموع الخضري وجزء كبير من الساق وسبت يعني جزء صغير من الساق قريب من الجذر وقطعت كل المجموع ده، هلاقي وطرقتها شوية هلاقي إن بيبدأ يخرج مية من نسيج الخشب في الجزء الساق المتبقي ده، وبتتجمع المية وبتكون بصورة كبيرة. ده معناه إن المية ديت حصل لها امتصاص من التربة عن طريق إيه؟ عن طريق الجذر فقط، لان انا شايل تقريبا معظم المجموع الخضري، فبالتالي الامتصاص ده بيكون عن طريق الجذر فقط. الظاهره الثانيه هي ظاهره الادماع، ودي ممكن بنشوفها لما بتكون الرطوبه حوالين النبات عاليه، وفي الصباح الباكر ممكن الاحظ وجود بعض قطرات الميه على حواف الاوراق، خاصه ممكن اشوفها على الذره على القمح على الطماطم لما تكون الرطوبه عاليه، بلاحظ وجود نقط من الميه على حواف نصل الورقه، ودي بتكون في نهاية العرق الأوسط أو العروق الفرعية للورقة، يعني العرق طبعا ده هو الحزمة الوعائية، فبالتالي عند نهايته دي آخر منطقة بيصل إليها المية، هلاقي وجود عندي بعض قطرات المية في الصباح الباكر وفي الرطوبة العالية. الطريقة الثانية لامتصاص المية هي القوة السلبية أو القوة السالبة، وهي قوة الشد الناشئة عن النتح. قوة الشد الناشئة عن النتح على فكرة هي القوة الأساسية في عملية امتصاص الماء. نسبة كبيرة جدا أو أغلب الماء الممتص بواسطة النباتات بيمتص عن طريق قوة الشد الناشئة عن النتح، والجذر في الحالة دي بيكون وسيلة بيتحرك خلالها الماء، ولكن ليس له دور مباشر في امتصاص الماء. بيساعدني في ده إيه؟ أو إزاي بيحصل ده؟ عايز أفهم الأول أو أراجع كده مع بعض تشريح الورقة اللي قدامي ده. قطاع عرضي في ورقة، عندي استوماتا اللي هي الصغور على السطح السفلي للورقة، الأحمر اللي عندي ده نسيج الخشب، اللحاء اللي هو لونه أصفر، وعندي بشرة عليا، وعندي نسيج عمادي ونسيج أسفنجي. هلاحظ ورا الاستوماتا أو الصغر عندي غرفة صغرية اللي هي الـ Airspace. الغرفة الصغرية دي بتكون مشبعة تماما بالمية، نسبة الرطوبة فيها 100%. لما الصغر هيتفتح ويخرج منه بخار المية وتتم عملية النتح، الرطوبة النسبية اللي موجودة في الغرفة الصغرية هتقل، فهتكون الغرفة الصغرية عايزة تعوضها، عايزة تعمل بخر من الخلايا المحيطة عشان تعوضها، فهتعوض المية دي من الخلايا المحيطة بها اللي هي الخلايا البرانشيمية الموجودة في النسيج الأسفنجي. لما الخلايا دي هيقل فيها المحتوى المائي فهيزيد فيها الضغط الاسموزي، فهتزيد فيها الجهد المائي او الضغط المائي او قوه الامتصاص الاسموزيه، فهتبدا تسحب ميه من الخليه المجاوره. فلما هتسحب ميه من الخليه المجاوره، الخليه دي هيحصل لها نفس الشيء، هيقل فيها محتوى الميه، هيزيد الضغط الاسموزي، هيزيد الجهد المائي، فهتسحب ميه من الخليه المجاوره، وهكذا لغايه لما توصل الى نسيج الخشب، وتبدا تسحب ميه من نسيج الخشب. نسيج الخشب فين؟ نسيج الخشب في الورقة. نسيج الخشب في الورقة هيبدأ يسحب مية من نسيج الخشب في الساق، اللي بدوره هيسحب مية من نسيج الخشب في الجذر.
نسيج الخشب في الورقة اللي هو فوق، هيبدأ يسحب مية من نسيج الخشب في الساق اللي هو في الوسط ده، وهيبدأ يسحب مية من نسيج الخشب في الجذر. لما هيتسحب المية من نسيج الخشب في الجذر هيعوضه منين؟ هيعوضه من منطقة القشرة في الجذر، اللي هتعوض خلايا هتعوض المية المفقودة من الشعيرة الجذرية، اللي هتعوض الماء المفقود منها من المية الموجودة في التربة، فيحصل شد للمية ويحصل امتصاص للمية. بيساعدني في ده ايه؟ بيساعدني في ده حاجتين مهمين جدا جدا جدا، وهي قوة التماسك ما بين جزيئات المية وبعضها البعض، وقوة التلاصق ما بين جزيئات المية وجدار جدار أوعية الخشب. في الحالة دي هيقدر وجود القوتين هيقدر يخلي عمود المية متصل، فلما يحصل نتح من الأوراق يحصل امتصاص من الشعيرات الجذرية. دي محاضرة المحاضرة العاشرة، أتمنى إن احنا نكون استوعبناها، ولو في أي حاجة أنا معاكم في الكلية بإذن الله. السلام عليكم.